Seyfi. Bir dakika dursana Seyfi. Bir dakika. Zahmetli çatılar ben. Çok sessiz. Toplanıyor. Şu anda toplanıyor. Tafadalı şerhu. Ve büyük aileler, kabileler, başkanları şu anda. هي ثورة عدالة في وجه الظلام على طموحاتكم في التحرر من كل أمل التطوير الدائم للبنى التنظيمية والفكرية للمجلس بما في كل محفل مكن نوعه القضية دائما هي الثورة بإذن الله تعالى. نحن تجمع القبائل والعشائر السورية الحرة في الداخل وفي الخارج. عهد الله ونعاهدكم جميعا بإذن الله تعالى استقلالا كاملا بإذن الله تعالى. نعاهدكم جميعا. أطلقنا مبادرة المؤتمر الوطني للثورة السورية في كامل المحرر وعلى أرض المحرر في الداخل وفي الخارج من أجل تصحيح المسار واستعادة القرار بإذن الله تعالى. أطلقنا مبادرة وطنية ثورية بامتياز. نحن أبناء القبائل والعشائر مستعدون بإذن الله تعالى جنبا إلى جنب مع الجيش الوطني الحر. لقد وعدتمونا إخواننا الأتراك، لقد وعدونا بأن تل رفعت وما حولها محفزة لرجال الثورة وفي مقدمتهم عناصر كبير هذه المنطقة من طباع قنديل التي طعنت الثوار في ظهورهم
وأشاعت الدمار والخراب في منازل الآمنين وحرقت الأمل. بتحية الإكبار والإجلال والشكر العميق لما قدموه ويقدموه. يعني نحن بالنسبة لنا سوريا هي وطننا الأبدي. بس حضراتكم أخوتنا الأزليين. اليوم نحن جايين نجدد العهد على الوفاء وعلى الأخوة وعلى أن تكون سوريا كما يريدها السوريين هي قاعدة وأرض للحرية والكرامة. اليوم نحن تركمان سوريا جايين نأكد على ثوابت الثورة السورية العظيمة. هذه الثورة التي حولت كثير من مفاهيم العالم والكون بأن للحرية ثمن باهظ، وأفضل من يجيد دفع هذا الثمن هم السوريين الأحرار. داعش ما بدنا PKK وPYD. هذا النظام أو الأحرار، هذه المنظومة. ونسأل الله أن نكون يد واحدة في رد الظلم عن أهلنا وعن أخواننا في جميع مناطق سوريا. باسم الجرحى السوريين وباسم الأرامل وباسم المعتقلين وباسم كل شخص سوري نطالب أخواننا في الجيش الحر وأخواننا في الجيش التركي. مع أحد مناضلينا من شيوخ العشائر، شيوخ العشائر في التاريخ السوري الوطني وأثرها في مسار الأحداث منذ متوهما أنه قادر من خلال ذلك على تكريس سيطرته ومنع السوريين. دور العشائر وحكمة قياداتها ساهم أيضا في مواجهة التطرف والإرهاب والقضاء على فروم التهديدات والمغريات التي قدمها تنظيم داعش في أوج تسلطه بعد تعرضه لضربات موجهة. السيف أصدق أنبان من الكتب، في حده الحد بين الجد واللعب.